بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن انت عمال ان انا ما اتكلمش فنيا على مباراه مصر والسودان علشان خاطر كنت عامل نادر ربنا ان انا كده كده اول ما عمرو رضا ينزل حلقه هطلع اعمل رياكت عليها. مش هنتكلم احنا فنيات، احنا كده كده لو حللنا مش هنجيب مشاهدات، انما لو طلعنا عملنا رياكت على عمرو رضا هنطلع اللي في بطننا، لان احنا الحمد لله الكلام على الدوري المصري او على المحليات مش بيجيب عندنا مشاهدات، بس مش مهم المشاهدات، حتى لو ما حدش اتفرج على الفيديو ده غيري انا، لازم اتكلم على رضا عبد العال واللي قاله النهارده على ماتش مصر والسودان. اول مره اتفرج على الفيديو اللي طلعه عمرو رضا بعد الماتش، بس هنتفرج معاه كلنا مع بعض. انسى معاك. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام عمرو رضا. اديني بقى تحيا مصر 10 مرات عمرو رضا. فوز كبير ولكن خادع. احنا لغايه دلوقتي ما كناش منتخب يخوفنا، منتخب نقدر نقول ان احنا لا منتخب كويس، واحنا عملنا ماتش كويس وعملنا ماتش كبير وكل الكلام ده، ولكن كسبنا. عايزين نتفرج بقى على اللعيبه دي والتشكيل النهارده اللي كان ملخبط. قول يا عمرو رضا، قول قول يا حمد الله. ان شاء الله الماتش الجزائري مع فرقه قويه عشان نقدر نحكم على اللعيبه اللي لعبت النهارده. ما انت لو بتاع فنيات كنت قلت لك الكلام ده، مش هيحصل ماتش الجزائر، لان انت ماتش الجزائر هتنزل تلعب زون وتلعب مرتدات. بس انت لو فهمت تشكيل النهارده وفهمت كروش كان بيعمل كده ليه النهارده، اكيد هتفهم هو عايز يعمل ماتش الجزائر. بس انت مش مهم الكلام ده بالنسبه لك، انت المهم انك تطلع تقلل من الراجل مهما عمل. هل هم اللي هيلعبوا النهارده؟ اللي لعبوا النهارده هم اللي هيلعبوا ماتش الجزائر؟ طبعا ولا لا. وده اللي بيأكد للمره ال 1500 ان رضا عبد العال مجرد هجاص، علشان كلنا عارفين كويس قوي ان دي المجموعه اللي مستحيل تلعب ماتش الجزائر، لان كارلوس كروش مش مدير فني غبي للدرجه دي. ممكن انت كرضا عبد العال تعملها كمدير فني، انما مش ممكن خالص كارلوس كروش يعملها كمدير فني. احنا كنا عارفين كده كويس مع احترام المنتخب السوداني، وكارلوس كروش كان نازل علشان خاطر يسجل اكبر عدد ممكن من الاهداف، علشان خاطر يبقى يلعب ماتش الجزائر على فرصتين، فرصه التعادل وفرصه المكسب. بس انت طبعا عمال ده مالكش دعوه بالحاجات دي، طالع تشتم بس. سهله وكان ممكن تبقى فيها السكور، لان فرصه ده انا سالهولك. طب ده بقى عمرو رضا مشكلة اللعيبة ولا مشكلة كارلوس كروش؟ تقدر تقول؟ يا ريت رد الفعل يعني بتلعب على ان هي تقطع الكورة ما تخليهاش تروح للجول، انما ما عندهاش الحتة ان هي تعمل الهجمة المرتدة او بيلعبوا ان هم يروحوا للجول عشان يجيبوا. ما شفناش الشناوي النهارده خالص، عشان بس الناس اللي هتطلع تقول لك منتخب مصر. طب ما هو كارلوس كروش عارف كده كويس. كمل. انت كداب يا عمرو رضا، لان احنا كنا بنلعب منتخبات اضعف بكتير جدا من السودان، وعندك الجابون وانجولا، وكانوا بيلعبوا علينا وان سايد جيم. فانت لما تطلع تتكلم الكلمتين دول وتقول درجه ثالثه، تذكر ان انت كمنتخب مصر كنت بتلعب بوجود محمد صلاح ومحمد النني، ومع ذلك ما كنتش بتعرف تكسب المنتخبات الضعيفه دي. مش معنى ان احنا نكسب بسكور ان احنا نقعد نقلل من الخصم علشان خاطر نثبت ان احنا ملط، لا احنا لعبنا ماتش كويس. يعني بعد ماتش النهارده وماتش الجزائر لازم يتسرحوا ويشوفوا لهم بقى لعيبه ثانيه. خلص من الهبد هنا في مصر، هبد في السودان. ما عندهاش لا امكانيات باص ولا تحرك ولا استلام ولا تسلم ولا شوتنج. خد عمرو رضا عبد العال يدرب يا جماعه منتخب السودان، خدوه يدرب منتخب السودان، وان شاء الله هنقابلكم في تصفيات الدرجه ال 50 بعد كده، مش تصفيات افريقيا. حنقول لك كسب شعبولنا باذن الله على ماتش الجزائر عشان نقدر نقول هل اللعيبه النهارده. وانت هتيجي تقيم كارلوس كروش وتقيم اللعيبه ماتش الجزائر؟ ايه يا ابن المفتريه ده؟ ايه اللي هيتحدد؟ سواء ما ماتش الجزائر لو رحت انت وحسام حسن وكل مدربين الدوري المصري، ماتش الجزائر مش مقياس خالص، لان في فرق امكانيات بين السماء والارض، فرق امكانيات في اللعيبه والجهاز الفني. الجهاز الفني قد يكون مجيد بوجره بيتعلم تدريب، بس اللعيبه بتشيل مجيد بوجره، انما انت عندك مدير فني مخضرم مع لعيبه سيئه. كروش نقول بقى ترجع
الراجل ده عمره ما هيقول كلمة حلوة على كارلوس كروش أبدا، عمره ما هيقول كلمة حلوة على كارلوس كروش. واي حد بيفهم يا رضا هيقول ان كارلوس كروش محتاج وقت، بس انت مالناش دعوه بموضوع الفهم، انت زي ما مروان حمدي ما كان بيقول عليك، انت اخرك تطلع في مسرح مصر الناس تتريق عليك وتقعد ترول على اي حاجه انت هتقولها. وعايز اقول للراجل رقم 10 ده اللي هي ليه مخرومه، الكره اللي جت له والكره اللي ضيعها انفراد احمد رفعت جابها له وحطها في ايد الجون وبعد كده وقعت المفروض يحطها. بيوجه رساله لمروان حمدي، بس طبعا مروان لما قال له مسرح مصر فهو خايف يقول اسمه عشان خاطر مروان ما يطلعش يديله يسقع له على الانستا. ركز في الملعب وتركز معانا. لا ما هو للاسف الشديد مصر ما بقتش تركيز في الملعب بس، بقى التركيز مع المهرجين اللي زي حضرتك اكتر من التركيز اللي في الملعب. احنا مسرح مصر. دي اصدق كلمه انت قلتها، انت بتاع مسرح. معلش لسه عيل صغير ومفترض ان هو بيتعلم ومفترض ان هو محتاج خبرات، مش مفترض ان واحد زيك يطلع ينهي كاريره ويطلع يتريق عليه. عشان توصل للها اللي بتهرنا شيت وشينا، فانت طالع تتكلم علينا انت صمتك الصوت. هو ده ام الفزلكه اللي عندنا في مصر، يقول لك انت طالع تتكلم علينا، انت خلاص كلاعب كره بطلت بقالك 50 سنه، انت دلوقتي بتتكلم كناقد، وانت كناقد لما حد يطلع يرد عليك وما عندكش اي كلمه تقولها يبقى ما تنتقدش خالص، طالما انت مش قادر ترد عن نفسك ترد باحترام وترد بمنطق يبقى ما تنتقدش حد. الراجل لعب 10 دقايق جاب جول، انت بقالك 80 دقيقه. مين ده اللي لعب 10 دقايق جاب جول؟ اه محمد شريف؟ وهنا تحول صراع ما بين محلل او هباد مع لعيب في منتخب مصر، وكالعاده الناس بتقعد ترول على مروان وهتنسى خالص ان هو بيلعب في منتخب مصر، وهتنسى ان الراجل ده كل همه ان هو يطلع على حساب اللعيبه دي. انا مش عامل فيديو على رضا عشان خاطر اطلع عليه، بالعكس تماما انا عامل فيديو على رضا علشان احرق دم على اخر المسا. يمكن ربنا يكرمه ويهدف في الماتشات الجايه. عليا النعمة انت هتقص ولا تعرف تعمل مع مروان حاجة. اشوفك ان شاء الله باذن الله. ما قالش ولا كلمة ايجابية، وده المعروف على رضا عبد العال ان هو لازم يطلع يتكلم في سلبيات بس ويطلع يتكلم على مشاكل منتخب مصر بس، الماتش اللي احنا نكسبه يبقى لا المشكلة في الخصم. يا اخي نفسي اعرف ال 700,000 اللي مسدينك دول مسدينك عليا يا سيد، بس عادي هي دي مصر، ارض الحضارة وارض الجدعنة وارض احمد موسى وارض عمرو اديب، فجت على رضا عبد العال. يلا يا معلم، وانا عجبك هذا الفيديو فخليها ارضنا هنا واعمل لايك او سبسكرايب.